سمارة الليلة يا سمارة الليلة 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 يا سمارة يا سمارة الليلة يا سمارة. انا كنت برا ولا مهاجر انا اللي جايلك من باكر. انا كنت برا ولا مهاجر انا اللي جايلك من باكر. قلبي ولا البحر الهادر عجري ولا الكاميرا الليله 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 يا سمرا يا سمرا الليله يا سمرا الليله الليلة الليلة يا سمرة يا سمرة الليلة يا سمرة. اهلا وسهلا يا اهلا وسهلا بكل مشاهدينا في كل مكان، ونتمنى تقضوا وقت حلو وتتبسطوا عندنا النهارده في 14 شريف وتشوفوا حاجات جديده ومختلفه. النهارده عندنا اكلات حلوه قوي مع شيف منى صباح. يا اهلا اهلا وسهلا. ازيك يا ام علي؟ كويسه قوي الحمد لله. اخبارك ايه؟ الحمد لله. عامله لنا اكل النهارده؟ النهارده عاملين وصفات من مطبخ مدام امال. عاملين وصفه كفته بالشبت وصوص الليمون، وعاملين كمان صنف حلو من عندها كريم كراميل بالبطاطا. اوكي قوي. وانا بقى عامله مكرونه خضراء بالجرجير. الله عليك، بنتك خضراء. طيب بعد ما نخلص الاكلات الحلوه دي مع منى صباحي، النهارده عندنا حاجه حلوه قوي في فقره الورشه. هنتكلم عن الالوان، وهنشوف منتج مصري، الوان مصري حلوه قوي 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 بجوده عالميه واثارها حلو، علشان اللي بيحبوا يرسموا واصحابي سويين لنفسهم وعندهم موهبه الرسم وعايزين يرسموا حاجات حلوه، النهارده هنقدم لكم منتج مصري حلو قوي. وخلونا كده نرحب النهارده بفنانه تشكيليه استاذه امنيه ابراهيم يوسف ومهندس جلال العصافيري، مؤسسين مشروع جو ارت سبلايز. اهلا. منورين انتوا الثلاثة قوي، بالذات ما بقى قاعد معانا خلاص. بالذات هو يعني. اهلا وسهلا بيكم. خلينا نبتدي كده بامنيه. بداتوا المشروع ده من قد ايه؟ سنتين ونص. سنتين ونص. ومهندس جلال يقول لنا بتعملوا ايه بالظبط في المشروع؟ بنصنع الوان بمختلف انواعها. بدانا بالاكريليكس سواء سائل او تقيل، ودخلنا الوان ازاز، الوان جواش. بالخطه الجايه ان شاء الله ان يبقى في الوان زيت كمان. لا، الخطه الجايه ان احنا نصدر الحاجات دي. ما هو هيبقى الوان زيت ونصدرها. اهم حاجه. اهلا وسهلا بيكم، منورينا ومشرفينا انتوا الثلاثه برضو. نختم بقى يومنا النهارده مع كاتبنا اللي بيجي يحكي لنا قصص وحكايات من القرن الماضي لشخصيات مصريه مختلفه. رحب بالكاتب استاذ خيري حسن. اهلا وسهلا. ازي حضرتك حبيبي؟ منور كالعاده. نورك الله. هنتكلم على ايه النهارده؟ عن سيناريست وكاتب وصحفي مهم جدا اسمه جليل البنداري، وكان قيل ان ام كلثوم لانه كان بيعمل نقد عنيف وشديد جدا، وكان دايما يخش في مشاكل مع الفنانين، فقال وقيل ان السيده تحيا كاريوك اللي قالت اللقب ده، فغيرت اسمه اسم كده لطيف فسمته، كانت تقول ايه؟ جليل الادب واحنا اللي بنداري عليه. هو اسمه جليل البنداري، وده ايه؟ حكايه كبيره جدا وحكايه عظيمه جدا في الثقافه المصريه وفي الفن المصري، زي كامل الشناوي اللي اتكلمنا عنه الاسبوع اللي فات. ونتكلم عن الشاعر عظيم برضه، شاعر ابراهيم ناجي طبعا، وما قيل انه كتب الاطلال حبا في الفنانه الراحله زوزو حمدي الحكيم. زوزو حمدي صحيح. غير صحيح، ده اللي هنعرفه في الحلقه. مش صحيح؟ لا مش صحيح. بجد؟ هنعرفه في الحلقه. منورنا. نورك الله. اهلا بيك. عندنا كمان النهارده فرقتي مزازيكي مع عندليب الشارع حسام حسني. اهلا وسهلا. اهلا. يا مساء الجمال. مساء النور والهنا على الموجودين هنا. انتوا كاملين العدد النهارده؟ كله تمام. زنقور اللي على الدرامز. اهلا وسهلا. حاضر. انت يا علاء مركب بيضيت كده. طب هنسمع دلوقتي اغنيه لستناول الزغبي. يلا بينا. الليالي، وبعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم في المطعم مع منى صباحي. خليكم على سماحته. مزيكا.
ساعدني تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد الليالي رجعتني تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح نداني خلى عمري كله عيد كنت فين يا شاغل لي هوايا كنت فين يا اللي قلبك معايا كنت فين يا شاغل لي هوايا كنت فين يا اللي قلبك معايا ليالي 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 الليالي رجعتني تاني حب قلبي من جديد بعد غيبة جاني راح ناداني خلى عمري كله عيد حبك يا غالي غير لي حالي من شوقي ليك بصحى وبنام علمت روحي تهواك يا روح وتدوق معاك طعم الغرام كنت فين يا شاغل لي هوايا كنت فين يا اللي قلبك معايا ليالي ليالي اهلا 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 النهارده الاكلات حلوه على مزاجي عشان منى صباحي اللي عامله اخبارك ايه كله كويس حلو الشينيون ده فيري نايس كيرلي كيرلي انا نافع ايوه صح كده احكي لنا بقى الاكل النهارده ايه ده دي مكرونه بتاعتي بالجرجير مكرونه بالجرجير اوكي ودي وصفه مدام امال كفته بصوص الليمون وشبت من وصفات مدام امال جلال وده ودي برضو مدام امال كريم كراميل بالبطاطا شكله مختلف ولونه مختلف طيب عايزه تبتدي بايه هنبدا بالكفته يلا مقادير الكفته عندنا نص كيلو لحمه مفرومه وبشر ليمونه وبصله مبشوره ونص كوبايه شبت ومعلقه بهارات للحشو عندنا جزرايه مفرومه ونص كوبايه زيتون مفروم ونص كوبايه شبت مفروم للصوص عندنا كوبايه لبن وعصير ليمونه ومعلقه كبيره دقيق ومعلقتين زبده اوكي بص اول حاجه هبدا بيها الحشو عشان يبرد اوكي طاسه اهي الطاسه اشتغل هنا ولا هنا اشتغل انت عايزه تعملي ايه عادي في طاسه هحط شويه زيت صغيرين خالص وهسوي الجزر عشان هو هيبقى خشوه للكفته عايزينه يستوي ننزل الجزر لغايه ما يدبل اوكي هنقلب معاه مش عايزه طاسه اكبر لا اتس فاين اوكي هتقلي معاه ايه زيتون زيتون اوكي الكفته دي من وصفات مدام امال جلال هي عامله الكفته نفسها محشيه اوكي ففي حشو الكفته وفي صوص الحشوه عباره عن جزر وعليه شويه ممكن ملح عشان نساعد الجزر ينزل ميه شويه شكرا بما ان دي حشوه فاحنا عايزينها ما يكونش فيها سوائل كتير دايما اي حشوه بنشوفها خالص شكرا ما يبقاش فيها سوائل كتير عايزين نشف الميه على قد ما نقدر انت بتطبخي ناسك في البيت صح؟ بص احنا عندنا سعاد سعاد بتساعد مامي لما احنا كنا صغيرين معاكم فطبعا سعاد لسه موجوده في حياتنا يعني شكرا يا سعاد ودلوقتي بتاكل عليه بقى في الموضوع حلو انت ما بتطبخيش في البيت خالص؟ لا بطبخ طبعا اصل خلي بالك وائل جوزي يعني مامته اكلها صحي جدا فما يقدرش هو ياكل الاكل الطبيخ بتاعنا ده كل يوم بيسرق وكده مش قوي انا زيك على فكره بس انا محترم نفسي بقى لي شهرين فعندي كوليسترول مرعب يا سلام بزي 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 ايه ده معقول؟ بس انت شاطر يعني ما خلي بالك انا الكوليسترول عندي وراثه فمع عشان الاكل كده. لو مش مهتم بالاكل الدنيا بتبوظ معايا هنحط دلوقتي هنحط الزيتون مفروم والشبت حط شويه والباقي هخليهم للكفته اوكي وبس الحشوه دي بقى الحشوه حطها بقى في
طبق عشان تبرد. يقول لك واحد اكبر؟ لا لا اتس فاين. ماشي كده اهو. ونعمل بقى الكفته. شكرا للطوسه. ليه عمل الكفته؟ يلا بينا. تعالي يا بولا يا كبيره. هتشوحيها في دي؟ لا هحطها في الفرن. اه والله. امال دي بتاعت ايه؟ مكرونه؟ إيه لا دي هعمل فيها الصوص. بتاع الكفته؟ اه. اوكي. ايه بقى؟ للجوانتي. للجوانتي للكفته. احط ده هنا؟ اه بليز. وهنحط البهارات. دي؟ ايوه. هي ايه؟ بهارات. وبشر قش الليمون. اوكي. وبعدين احط عليهم شويه بصل. طبعا البصل ده يا جماعه مبشور ومعصور كويس عشان الكفته ما تفكش مننا. اوكي. ونخلط كل المكونات دي سوا. ممكن بليز تجيبي شويه ملح وفلفل. ايوه بس. شكرا. بعدين بقى لو تقرب لنا الصينيه اللي هناك بعد اذنك. شكرا. هتخش الفرن؟ اه. انا هجيب الكفته اهي واعملها كده. بنعمل كبيبه، عارف انت الموضوع ده؟ اه. وبعد تحشيها. ايوه. ونحط جواها معلقه من الحشو. طبعا المفروض نسيبه يبرد خالص. اه. نحطه كده في هنا ونقفل من حواليه ونحط في الفرن. طبعا يقعد قد ايه في الفرن؟ الـ الـ الفرن المفروض يكون سخن. نسخنه على 180. اه. و لو تحط لنا بس معلقه زيت كده تحت عشان ما يلزقش. يس. اشكرك. شكرا. ونحط الكفتات كده جنب. عن واحده كمان ولا خلاص؟ ثلاثه. ثلاثه. ادي اول واحده. نعمل واحده كمان. طبعا ممكن نكبر او نصغر زي ما احنا عايزين. والاكله دي ممكن نعمل جنبها المكرونه اللي عملتها انا، هتليق عليها قوي. او جنبها رز ابيض برضه تبقى حلوه جدا. او ممكن تتاكل جنبها شويه بابا غنوج. اه فكره رائعه. فكره جميله. يا سلام يا سلام. ماشي بلدي بابا. يا جماعه انا بحب بابا غنوج قوي بصراحه. انا كمان جدا. وبقيت بقى اي اكل صح. بقيت بقى بخترع فيه كمان. يعني اتعلمت من واحد صاحبتي، مش بس بتشوي بتنجان، بتشوي بقى معاه بصل وتوم مشوي وتوم وطماطم. احنا بنعمله كده. حلو جدا. حلو بشكل. وفلفل حامي. شكرا. ده يخش الفرن. ده يخش الفرن. وهنعمل الصوص بقى. يلا. احنا قلنا مقادير الصوص صح؟ اه قلنا. يلا الطاسه على النار وسخنه. ممكن المضرب السيليكون؟ اه. شكرا. هجيب لك مضرب عادي لان المضرب ده البتاع دي ما بتتجرحش. اوكي. ايه ده بجد؟ انا عايزه منها في حياتي. الزبده. هو بيسك كده بنعمل بشاميل يعني. وهنحط عليها الدقيق. نقلب نقلب نقلب. عايزين نسيح الزبده والدقيق، مش عايزينهم يلونوا، عايزين لونه يفضل ابيض بس الدقيق طعمه ما يبقاش ني يعني، ما يبقاش ظاهر قوي. اوكي. انت عارف انا في حاجه بعملها على البني قوي. انت عارف انا بدرس بروفيشنالز. اه. المهم انا بدرس مع حته اظن ممكن اعملها اعلان، لان هي مش هدف الربح. ممكن اعملها اعلان؟ اه. جمعيه الطوار المصريين. اه جمعيه الطوار المصريين طبعا. هي اللي عرفتني بيكي اصلا. ايوه. دي فاكره؟ صح. فدايما بيجي لنا طلبه من بلاد عربيه مختلفه. كل كورس بدرسه معانا ناس من بلاد عربيه مختلفه. طب ما تجيبيهم مره هنا اهو. بجد؟ يقعدوا في الكواليس يتفرجوا عليكي. ماشي. معلش ايمن نعزمهم. ماشي. وممكن تطلعيهم يساعدوكي. خلاص حط اللبن. حط لبن بليز. حبه حبه. يا ريت. لا بجد المره الجايه هسيب منهم اثنين ثلاثه من بلاد عربيه مختلفه. ماشي. وفي كل فاصل حد يخش يساعدك ويعمل معاكي حاجه. خلاص اتفقنا. اكون مبسوط. حلو جدا. اخر بقى حاجه في الصوص. هحط ملح وفلفل وعصير ليمون. مش عايزه جوز الطيب؟ المدام قال مش حاطه، بس ممكن طبعا نحط يبقى حاجه حلوه. ما كانتش حاطه؟ لا ما كانتش حاطه. طب ماشي هنحط. انا البشاميل مع جوز الطيب يا جماعه شيء خرافي. انا اعضد. ممكن احط فيه شويه سبت كمان برضو. نزود هنا. يرد على الكفته. وعصير ليمون. دايما يا جماعه اللي عصير ليمون بنحطه في الاخر عشان ما يمرش. والاعشاب الفريش زي هنا الشبت برضو في الاخر علشان
ريحتها ولونها ما يروحوش بس، وتقدم مع الكفته لما تستوي. بس كده؟ بس طيب. كده سهله وبسيطه. خش لنا مقادير المكرونه. المعكرونه بصوص الجرجير عندنا 4 كوبايات مكرونه مسلوقه، كوبايه ميه من سلق المكرونه، بصلايه مفرومه ناعم، وثلاث حزم جرجير متقطع شرايح رفيعه، وللصوص عندنا حزمه بقدونس وثلاث فصوص ثوم، وربع كوبايه جبنه رومي، وربع كوبايه زيت، ومعلقتين كبار عصير ليمون، ومعلقه كبيره بشر قشر ليمون. انظر يا سيدي الفاضل. ايوه يا سيدتي الفاضله، مش عايزه الغطا. لا مش عايزه غطا. انا هعمل زي بيستو. فاشرحي لهم يعني ايه بيستو. البيستو ده صوص ايطالي تقليدي جدا، بيتعمل من الريحان، اساسه ورق ريحان كتير جدا، وبيتضرب مع زيت زيتون وجبنه بارميزان وصنوبر وعين جمل. لا صنوبر وانشوجا. لا هو الخمس حاجات دول، الريحان وجبنه بارميزان والثوم والصنوبر وزيت زيتون، بيتضربوا مع بعض. بس مصطفى استني عشان احيي، برافو ان انت عملت، بقيت زي الفل. حيوان ده بصي اتخض ازاي. لا اصل بصراحه النظافه خلاها فله، ما كانتش كده، مش لازم نساله ده النظافه ازاي بقت فوق. بصوا بقت جديده الطاسه، بقت جديده تماما. يلا بعدين مش هنعمل بس تقليدي، بقى احنا هنعمل حاجه ايه شبهه كده شويه. ماشي نعمل لك ايه هنا اهو، هنخلط ايه؟ البقدونس، كل البقدونس مع الثوم، مع كل الثوم، مع كل بشر الليمون، مع كل بشر الليمون، مع تلات ارباع الجبنه دي. مفيش زيت؟ تلات ارباع الجبنه، تلات ارباع الجبنه. مفيش زيت؟ في زيت، في خل، في زيت، زيت بس. ها مفيش خل ولا كده؟ لا لا مفيش خل. أوكي. في بشر قشر الليمون. يلا ماشي اهو، شكرا. كتبتها غلط. طب احكي لي انا اعمل ايه في البتاع دي. احنا دلوقتي هتضرب البقدونس مع الثوم وبشر قشر الليمون والجبنه الرومي. اوكي الجبنه الرومي بقى طبعا مش هقول احنا مستعملينها بديل الجبنه البارميزان، بس يعني هي هتعمل نفس العمل اللي بتعمله الجبنه البارميزان، ان هي هتدينا كريمينس. نزود شوية ممكن هتخليها كريمي يعني. انت عايزها صوص قوي؟ ممكن تزود شويه ميه. ميه؟ قوام الباستو، عايزاه في قوام الباستو. طب استني نحط ميه بسيطه خالص. لا ممكن تحط اكتر لو عايز. والله؟ اوكي. انا كده كده هنقلبها الصوص يعني في الطاسه. فاهم. يلا. شوفيها كده بقت عجينه. اوكي حلو قوي. حلو جدا. في الطاسه دي بقى طبعا انا السبانخ لما بتكون فريش بستعملها على طول، بس طبعا السبانخ دي في الشتاء. فريش يعني طازه. فريش اظن الناس عارفه ان فريش يعني طازه. لما يكونش في سبانخ بقى زي دلوقتي بستعمل الجرجير. الجرجير بديل كويس جدا جدا للسبانخ، وبستعمله على طول في يعني في السلطه او بطبخه زي كده. شوح البصل لغايه ما يتفر بس، وبعدين هحط عليه كميه الجرجير. هتلاقي بقى الجرجير قد ايه هيفتص، هيصغر زي السبانخ كده بالظبط. الكميه دي كلها هتبقى شويه صغيرين خالص 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 هكذا. الله الله. وقد ايه مغذي وقد ايه طعمه جميل. انا بحب اعصر عليه ليمون واكله حاف. انت من محبي الجرجير؟ والخس. بس انا احب الجرجير البلدي بتاعنا المصري اللي هو مش الحاجات الغريبه الثانيه دي. أيوة. والخس مش الكابوتشا، الخس الطويل ده البلدي. واقعد كده ازقز وانا قاعد اتفرج على نفسي. انا بقعد اتفرج على نفسي بصراحه، الناس بتتفرجوا عليا انا بتفرج على نفسي قاعد منبهر. مين ده؟ انت بتستغرب نفسك لما تتفرج؟ اصل انا شخصيه في الحقيقه هاديه.
يعني في البيت ومع في المجتمع هادي جدا. ايوه. فطبعا انا بتفرج على نفسي ان هو بقول انا ازاي قلت كده وتصرفت كده وعملت كده، بس حلو. لا عجبني عجبني، لذيذ لذوذ. انا اتجننت خالص، الشهره جننتني. طيب ام جرجير زي ما انت شايف خلاص يعني كش خالص خالص، احنا عايزين نوصل للمرحله دي. بعدين هننزل المكرونه. اوبا، طبعا المكرونه دي اوريدي مسلوقه، فانا ما عنديش فرصه احط ميه السلق، بس احنا لو بنسلقها في البيت نحوش من ميه السلق بتاعتها. فاستاذنك تجيب لنا ميه سخنه من الكاتل نستعيد بيها عن ميه السلق. ليه بقى ميه سلق المكرونه مش ميه من الكاتل زي ما انا هعمل دلوقتي؟ علشان المكرونه وهي بتتسلق لما احط، طيب بس المكرونه وهي بتتسلق بتنزل نشا في الميه، فالنشا ده هيساعدنا ان احنا نتقل قوام الصوص. لان دي ما هوش صوص مثلا طماطم ولا صوص بشاميل فليه قوام تقيل، لا هو صوص اصله اعشاب وجبنه. جبنه بقى عشان دهون. احنا مش فين عملنا بشاميل؟ راح فين؟ لا ده كان في الكفته يا شيخ. كان في الكفته. احط ده؟ بليز. فالميه بس الميه السخنه هتعمل بنسميه مستحلب. احنا البشاميل ده حشيناه في الكفته معلش صح؟ لا هي الصوص بتاع الكفته. طب وديناه فين؟ صوص الليمون. وديناه فين؟ بيتقدم تحت الكفته. ابيض. طب بس احنا عملناه دلوقتي. مش احنا عملناه دلوقتي؟ انا مش عارف ليه. عمال في سيجمنت اللي فات. مش في السيجمنت، احنا بنفس السيجمنت. في الوصفه اللي فاتت. انت هتقضي زيد ايه؟ الوصفه اللي فاتت. اهو. مش سوري. فالجبنه بقى هتسيح في الميه وتعمل صوص خفيف خالص. الله الله الله. للناس اللي ما بيحبوش الصوصات الثقيله يعني في المكرونه، وانا منهم. بس وهرش بس عصره ليمون اغرفها بعد ما ارفع من على النار. بس رائع. يلا احكي لنا لغايه دلوقتي عن ايه. بصوا 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 اهي. ودي بقى ممكن نحط الكفته فوقيها اصلا اللي في الفرن. طبعا يبقوا مع بعض. الحته حلوه حلاوه غير طبيعيه. عملنا الكفته بتاعت مدام امال بصوص الليمون، وعملنا المكرونه بتاعتي بصوص الجرجير اهو، وغرفناها قدامكم والتانيين مغروفين. طيب بهذه المناسبه عند ليه بالشارع جاهز هيسمع علينا دلوقتي اغنيه حلوه كلنا بنحبها، جزء من بتونس بيك للست ورده. وبعد كده فصل بعد فصل نرجع نعمل كريم كراميل بالبطاطا. بالبطاطا مزيكا.
بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة توحشناني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك بتمر ساعات بعد لقانا والروح لوجودك عطشانة توحشناني وبلاقي الدنيا بقت فاضية مع ان الناس رايحة وجاية وانا بحلم بيك على طول في خيالي بناديلك وبقول يا تجيلي يا اجيلك من غير ما وعيك ويا دوبك وبنفس الثانية بلاقيك قدامي عيني ولقيت في الايد لما تقرب انا بتونس بيك واما بتبعد انا بتونس بيك وخيالك بيكون وياي وياي وانجه صوتك صوتك بيونسني وهواك في البعض في البعض بيحرسني والشوق يناديلك جواي وانا بتونس بيك وانت معايا ايوه اربعة شارع شريف اربعة اهلا وسهلا يا اهلا هنعمل صنف حلويات لمشاهدينا الحلويات ما حصلش من وصفات مدام امال جلال الله يرحمها قبل الفصل عملنا ايه عملنا المكرونه بجرجير بصوص الاخضر وعملنا الكفته بصوص الليمون اوكي الكفته من وصفات مدام امال وده كريم كراميل بالبطاطا بمواصفات مدام امال يلا مقادير عندنا نص كيلو بطاطا وعندنا معلقتين كبار سكر وربع كوبايه ميه ولتر لبن وتلتين كوبايه كريم كراميل باودر وثلاث معالق كبيره كريمه خفق باودر وربع معلقه صغيره فانيليا اوكي لو بليز تيجي عشان تتكلم الخلاط الكفته استوت على فكره كفته استوت هنوريها لهم دلوقتي ماشي هنحط كل الحاجات معايا ده بس طبعا الكراميل نفسه اللبن عندنا لتر لبن هنحط عليه البطاطا ننزلها كده مشويه بيوريه معموله ازاي مستويه يعني ممكن نسلقها او نشويها شبه ديكي احسن عشان انا هعمل كده وبقشرتها لا متقشره اوكي هوب كده اهو يبقى بطاطا مشويه مع اللبن واحط عليها الفانيليا والسكر الباودر سكر الايه؟ سكر بودره او عادي مش هتفرق يعني وكريم شانتي باودر كريم شانتي باودر واللي هو الكريم كراميل ده جاهز ده عامل يعني ثلاث عبوات ثلثين كوبايه ما يوازي يساوي ثلاث عبوات المفروض عليهم ربع كوبايه ميه كمان اهو مش عارف الخلاط هيشتغل كده ولا الحاجات كتير انا بحط ميه ماشي تمام كفايه حاجات كتيرة قوي عليك يا أنكل خلاط بس إن شاء الله تنجز يعني أهو أنجز كمان ولا خلاص؟ تمام واللي عايز يعمل بقى الكريم كراميل طبعا من الأول يعمله بنفس الطريقة بالظبط بس يضرب معاه البطاطا يعني إيه؟ اللي هو لو هيعمل بقى بيض وكريمه انت كده جبتي الباودر اسهل يعني
مدام امال طبعا كانت عايزه تسهل على الناس. وكمان هقول لك وقتها احط لك في الحل بليز في الحل. وقتها كان لما بدانا نعمل الوصفات الاقتصاديه وانت منعت البيض فهي كانت عاملاه بديل اقتصادي يعني. وبعدين نخفقه على النار لغايه ما يتقل. انا بقلب المضرب بالسلك علشان طبعا ايه ما يلزقش. والكريم كراميل اللي هو الجاهز ده يبقى جاي معاه برضو الكراميل نفسه جاهز برضو. هو ده هصبه في قاع. هاتوا وروها الكيس كده. ورونا الكيس. بيبقى سايل كده. بنحطه بقى في الاول في ده في القالب من تحت. طبعا ده مش هيلحق يغلي. ها هو لازم يغلي. لا هيتقل بس. يتقل بس عشان يبقى استوى يعني. اصل ده مش بيدخل الفرن ده هو كده بس. لا بجد. بيخشش الفرن على حمام الميه. لا خالص. اسهل كتير. وده يخش التلاجة بقى بعد كده. بالظبط. عايزه اسيح لك. نزل كراميل. نزل. نزل. هو سايل. وريلي الشاشه كده. مش عارف هيبان ولا عشان بتاع. لا باين. قوام العسل الاسود يعني. زي العسل الاسود. قوام العسل الاسود. قوام العسل الاسود بس ده كده تقل. كده تقل ده. ما هو عامل زي النشا كده زي المهلبيه. يلا بس ممكن بقى هنصب هنا. اجيب ال الايه مغرفه عشان نغرف. لا هنصبه في ال اقول لك انا شفشق. هنوقع الدنيا. تعالي نجرب. ماشي. انا مسؤوليتي. تعالي بس انت مسكي لي. مسكي لي بس انت ال طلعنا بره؟ لا نملاها الاخر. بس شكرا. شكرا لحضرتك. خلصنا. هنطلع كفته ولا مش هنطلع؟ لا خلاص عشان ما فيش الحاجات بتاعتها. اوكي اوريها لهم. طب استني صعبت عليها الكفته برضه. هتهبل. ومتحمره كمان. حلو. اتحمرت بقت تجنن. اهي الكفته طلعناها لكم الفرن بهذا المنظر. شكرا يا منى. احكي لنا عملتي ايه النهارده. عملنا من وصفات مدام امال جلال كفته الشبت بصوص الليمون، وعملنا جنبها مكرونه بصوص الجرجير. وفي الحلو عملنا من عند مدام امال كريم كراميل بالبطاطا. بشكرك جدا. انت برضو ممكن الفتره الجايه تعملنا اكلات من وصفاتها. يا ريت. عشان انت يا ريت. اوكي. في خش على حاجات السي فود بتاعتها. ماشي. في فتره نريت. بس احنا بنحاول نوفر ولا ايه مش عارف. لا يعني كل فتره ممكن نعمل حاجه كده. مش ما عنديش مشكله. ماشي. خش اهجم على السي فود وهاتي. بس ممكن لو الجمبري نجيب صغير. السمك نجيب بولتي مثلا. بولتي حاجات كده. اوكي بشكرك. هرسي. شكرا ليكي منى صباحي. خلونا نسمع دلوقتي الشوق بعد كده فاصل. وبعد الفاصل نرجع لكم في فقره الورشه وجو ارت سبلايز. نشوف الالوان الحلوه اللي هم بيصنعوها في مصر. خليكم على صباحت مزيكا.
بصوا بقى، انا شخص بيحب الالوان جدا، ومن وانا صغير بحب ارسم ولو ما بعرفش ارسم، بس احب الون، واحب بيتي يبقى فيه لوح وحاجات فنيه وحاجات زي كده. ودايما كنا لما ننزل السوق نشتري الوان لينا او لاولادنا البنات والولاد الصغيرين اللي بيحبوا يرسموا، بنلاقي الحاجات يا اما مستورده غاليه يا اما بعض الحاجات المصري بس الجوده بتاعتها مش عاليه قوي، لغايه لما اكتشفنا منتج مصري بجوده عالميه باسعار كويسه قوي في كل اشكال الالوان اللي احنا بنحبها. فقلنا ايه في فقره الورشه، بما انها صناعه مصريه يبقى يجوا كده يشرفونا يورونا شغلهم الحلو. خلونا النهارده نرحب بالفنانه التشكيليه الفنانه امنيه ابراهيم يوسف، مؤسسه مشروع جو ارت سبلايز، ومهندس جلال العصافيري، مؤسس مشروع جو ارت سبلايز. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منورنا ومشرفنا. ابتدي بمين؟ على حسب بقى تبدا بانهي موضوع. ابتدي بيك. اوكي. بما انك فنانه تشكيليه وبنتكلم على الالوان، احكي لي انت خريجه ايه؟ فنون جميله. فنون جميله، اه يا بختك. كنت بتمنى اخش كليه فنون جميله بس مجموعي ما جابهاش للاسف. بس معلش. مشكله. معلش. طيب. اعتقد بما ان انت فنون جميله كنت بتعاني ان انت مش لاقيه الوان كويسه باسعار كويسه بجوده عاليه غير الحاجات المستورده، صح؟ وانا في الجامعه ما كانش فيه، يعني كان الموضوع صعب بقى، ما كانش زي دلوقتي، يعني الناس بدات تحاول تصنع وكده. فكان كله مستورد وكله غالي جدا فعلا. بس انا كنت بتصرف يعني. اوكي. فنانه بقى. اوكي. يعني كنت بحاول افهم ده بيتعمل ازاي، ده بيتجاب ايه، بيتعمل ايه. اوكي. لغايه لما شكله كده جلال، المهندس جلال هو اللي اقنعك، قال لك تعالي نعمل سبورت. صح كده؟ صح. انت خريج، انت مهندس ايه؟ لا انا مهندس مدني. مدني، حاجه ثانيه خالص. مقاولات. مقاولات. بس المقاولات فن برضه. نعم. البنى والمقاولات انا بالنسبه لي فن. تمام. ان حد يعمل سكتش العماره بعد كده يبني العماره، كل ده انا اللي ببني جوه الموقع. طب جوه الموقع ما كانت تلونه. طيب احكي لي جات لكم فكره تصنيع المنتج ده ازاي؟ هو الموضوع بدا من ان احنا كنا مع بعض في ايفنت فني، كانت هي مسافره وكانت محتاجه، كان في اول الجواز، رحنا الايفنت، كانت الجو كله كان حلو، كان عاجبني جدا، بس لاحظت ان الالوان اللي موجوده كلها مستورده او في حاجات بس ما يعني ما كنتش مرتاح قوي معاها، فبدات اسالها عشان افهم اكتر عن الموضوع ده، ففهمت ان اللي موجود قوي قوي هو المستورد، ما فيش حاجه مصريه قويه. فانا عارف انها بتعمل الوان من ايام الجامعه وشاطره في الموضوع ده، ما بين هو هوايه ودراسه، فهي متمكنه منه، فعشان كده فضلنا النص الثاني من هي كانت بتصنع الوان ليها ولاصحابها. هي ممكن ما ذكرتش ده بس هي بتصنع وانا في الجامعه وكذا نوع، يعني يمكن هي ما قالتش، هي بتصنع كذا نوع الوان. بس ففضلنا النص الثاني من الايفنت قاعدين بنفكر بقى ان احنا لما نرجع نبدا بقى نشتغل في الموضوع ده. ده من قد ايه الكلام ده؟ ده من سنتين ونص. اوكي. بس طيب خليني هرجع لك وتقولي لي كنت بتصنعي الوان وانت في الجامعه. زيت اكتر. بجد؟ لان انا كنت بشتغل زيت كاكاديميك، بنتعلم بالزيت اول حاجه. كنت بصنع، احاول اقرا اشوف اكتر بيتعملوا من ايه، اعمل كده. الاكريليك كان اخر بقى حاجه اتعلم. يعني ما ركزتش فيها غير في الاخر. وانت بتقولي زيت واكريليك، عمري يعني الزيت ده بيبقى البيز بتاعه الاساس بتاعه زيت؟ زيت. زيت ايه؟ زيت بذر كتان. بجد؟ بتحطي عليه اللون. وبنحط بقى يعني نعمل العجينه نفسها انت بتشرحي اللاين كله لحاجة. ايوه السر بوقعها. لا لا لا، انا قلت عجينه. كله يصنع الوان. انا قلت عجينه، هي ايه العجينه بقى؟ ايه بقى العجينه مش هنقول. طب والاكريليك؟ الاكريليك لا، هو حاجه تانية خالص، ووتر بيز، ميه. اوكي. بس لما بينشف ما بيفكش تاني، غير الجواش. احنا برضو عندنا جواش بس اللاين لسه جديد. طب عملتوا كل الحاجات دي؟ ما عملناش زيت لسه. ما عملتوش زيت. بس عندنا جواش، اكريليك. هقوم دلوقتي نتفرج على الحاجه كلها بالتفاصيل. طيب هرجع لك. قررتوا في الايفنت، قلتوا احنا هنصنع الكلام ده بالظبط عشان تصنع الوان. اوكي، هي عندها بتعمل ليها ولاصحابها يعني على مستوى بسيط. عشان تعمل ورشه، تعمل مصنع، تعمل خطوط انتاج، بتصنعوا الحاجات دي ازاي؟ والباكينج بتاعكم حلوه قوي، العبوات بتاعتكم عملتوا، احكي لي كده التفاصيل.
هو الموضوع ما كانش فردي يعني، هو كنا احنا الاثنين مع بعض، وكل بعد كده بناخد اراء ناس، في صحابنا، في ناس من اهلنا بيشجعونا. اول ما رجعنا من الايفنت انا بقت مركز ان هي بتجرب كل التستس، كل التجارب بتاعتها، وفي نفس الوقت انا قاعد بعمل برايسنج، يعني قاعد بقى بشوف بتاعر. طبعا لازم ابقى شايف هي بتعمل ايه بالظبط، بعد كده بقى تشوف الباكجينج هيمشي ازاي. مثلا هو اللي انا عايز اعرفه او اساله، انا بيجي لي مثلا ناس فكره الورشه بيعملوا مثلا شنط جلد، خلاص بسالهم بيقولوا انهم بينزلوا يروحوا ورش، ومليان ورش في مصر بتعمل شنط جلد، وبيروحوا لبتوع الجلود وبتوع الكلام ده كله. انتوا رحتوا لمين ولا انتوا عملتوا الورشه بتاعتكم؟ لا عملنا الورشه بتاعتكم. اوكي. فبالك بدانا في الباكجينج، بدات مثلا اختها مثلا جرافيك ديزاينر امير، عشان هي اميره اختها، هي مثلا اميره عملت هتبقي خاله قريب مثلا، هي اللي عملت اللوجو سواء جو ارت سبلايز او ميني كرال، هي يعني احنا نقول لاين هي تروح عامله لوجو على طول. طيب وبعد كده بدانا بقى نجيب ماشينز صغيره عشان نبدا نصنع بيها واحده واحده، بعد كده بدا الموضوع يكبر، وبعد كده بقى نخش في انواع تانية من الالوان. طيب نزلنا بقى الفيسبوك والانستجرام الخاص بيهم على الشاشه، اي حد شايف دلوقتي وعايز يعرف المنتجات، المكاتب اللي عندنا في مصر في كل المحافظات عايزه تاخد من عندهم، ناس شايفينها بره عايزين يستوردوا المنتج هنكون مبسوطين جدا جدا جدا، الاهالي اللي عايزين يشتروا لاولادهم، وانا بشجع الاولاد قوي على انهم يرسموا، وهقول فكره دلوقتي مش عارف هم هيوافقوا عليها هم الاثنين ولا لا. انا اقنعت اصحابي انهم يعملوها لاولادهم، ودلوقتي العيال الصغيره بتحب ترسم على الحيطان. تمام. صح طبعا. فانا بقول فكره ان باب اوضه النوم بتاع الولاد من جوه، باب من جوه، ان احنا نعمله مكان الولاد يرسموا عليه، يرسموا على الباب خلاص، ونسيبه طلع حلو يخشوا على الباب الثاني، طلع بس من جوه عشان ما يبقاش باين لا هو ايه، بس سيبوهم يتفننوا، قولوا لهم ده الباب ده بتاعكم ارسموا زي. انت موافقه على الفكره دي؟ طبعا. بجد؟ طبعا. انت موافق؟ انا بقيت موافق. بقيت موافق. ما كنتش موافق؟ لا ما كنتش مدرك. يعني انا اتعاملت مع اطفال الفتره اللي فاتت، قرايبي وكده صغيرين، فتاخد بالي ان انا لما بايده في حاجه بتفرق كتير، لما بسيب له ينطلق في حاجه بتساعد، بس مش لازم ان انا مثلا اسيبه يخرب، ممكن مثلا ازق حاجه على حيطه ممكن يشتغل عليها. أوكي. ممكن فكره ممتازه ان انا اعمل مثلا اجرب موضوع باب من جوه. انتوا لاحظتوا الكراسي اللي ورا دي معموله؟ فكرتي بجد. والله فكرتي بجد. طب عايز اسالك حاجه بقى، انت فنانه وعندكم مصنع الوان، هقول عليكم من اهم الناس اللي في مصر بيصنعوا بكواليتي عاليه، لان في حاجات تانية مش حلوه، فتعملين حاجه حلوه، ما فكرتيش تعملي مدرسه ان انت تعلمي الاطفال والكبار الرسم؟ احنا عندنا ورك شوب. عندكم ورك شوب؟ فين بقى؟ في مرسمي. يعني لا بس هي لسه على حاجه صغيره يعني. أوكي. بس بنعلم الناس يعني، اللوح دي مش انا اللي عاملاها، في ناس رسماها، دي ناس اول مره تجرب اصلا تعمل حاجه بالالوان. طب لوحدي؟ لوحدي. اوكي. فانا اتمنى ان انتوا تعملوا مدرسه لل انا هقول لكم فكره، تعالوا نحلم مع بعض عشان في حاجات كده ساعات. احنا عايزين معاكم سبونسر راعي يرعى الشركه بتاعتهم دي، ويعمل زي اتوبيس كله ملون ملون ملون، والاتوبيس ده يبقى بيلف في مصر، بيروح محافظات مصر، اتوبيس حلو ومن جوه ما فيهوش كراسي، هو من جوه مرسم، بحيث ان الاطفال اللي في المحافظات في الصعيد في النجوع في الكرة، الاتوبيس ده يبقى معروف ان هو جاي المكان الفلاني يوم كذا، وهم هيبقوا في الاتوبيس ومعاهم الالوان، والاطفال يخشوا ببلاش الاتوبيس ده ويرسموا وياخدوا اللوح دي وياخدوا هدايا منهم، بس ده هم مش هيقدروا يعملوه لوحدهم، لازم يبقى معاهم راعي يجيب لهم الاتوبيس ويجيب لهم التصاريح ان هم يلفوا محافظات مصر، واعتقد ان حاجه زي كده ممكن وزاره الثقافه تشترك فيها، بما ان احنا كمان عندنا دلوقتي وزير ثقافه بنحييه وبنبعت له الف سلام وتحيه، هو راجل فنان وبيقدر كويس قوي الفن، فنتمنى ان يبقى في شراكه بين وزاره الثقافه وسبونسر شركه كبيره معاهم ونعمل القصه دي. يا ريت. موافقين؟ جد؟ اكيد. موافقه؟ بس بعد ما تولدي. او قبل عادي. مش فارقه معاكي خالص. طيب قول لنا اسم الشركه. جو ارت سبلايز. نزلوا لنا الفيسبوك والانستجرام جو ارت سبلايز، وتحتها في ميني سيركل. ميني كرال. ميني ميني كرال يعني ايه؟ جايه منين الاسم؟ اه ميني من امنيه،
ميني. هو بيقول لي ميني فهو اللي اختار الاسم. ميني كرال. كرال جاي من اكراليكس. ميني كرال. ده سيركل ازاي؟ بسيركل خالص. ميني كرال. ميني كرال دي الشركه اللي تحت الدان لاين. ده ايه؟ ما انا مش فاهم. في شركه اللي هي جو ارت سبلايز. دي الشركه الاساسيه اللي فيها كل حاجه. دي شركه بتصنع، شركه تصنيع الوان. بقينا ننزل بقى تحتها لاينز نشتغل بيها. اول لاين بدانا بيه وهو اللي خد الاسم او هو اللي اتشهرنا بيه ميني كرال دي اكراليكس. بعد كده بدانا نعمل الوان جواش سميناها ميلوش. طب بس انا هقول لكم حاجه. انا هقوم هفرج الناس وانت بتشرحوا لي ده ايه وده ايه. طيب خلاص. عايز تبدا من ميني كرال اصلا؟ مش دي حاجه، مش دي ميني كرال. بس تبدا بالالوان الاول قصدي؟ لا هبتدي بدي. زي ما تحب. انتوا بس هتخليكم قاعدين وتبصوا لي وتشرحوا لي. انا مش هشوف ده ايه. دي لوحه معموله بال معموله نصين، نص مات فارنش ونص جلوسي فارنش، جزء مطفي وجزء لامع. اوكي ده ايه؟ ده مات فارنش، ده ورنيش. ده المفروض النوعين عموما بشكل عام سواء المات او الجلوسي دول بيستخدموا كفنش للوحه بعد ما تخلص خالص. بيبقوا زي طبقه حمايه. أوكي. وبتبقى حاجه من الاثنين، يا اما جلوسي عشان يخلي الالوان تبقى لامعه اكتر. ايوه. او مات عشان مثلا لو محطوطه في معرض في سبوت عليها ما يخليهاش تعكس ضوء فتبقى مات. اوكي طيب حضرتك بقى تشرحي لي ده تكستشر بيست. ايه ده تكستشر بيست؟ ده ماده بنعمل بيها اللي هي دي التكتلات ال 3 دي اللي فوق اللوح دي. يعني الماده دي بتتباع زي المعجون. بالظبط. بس هي بتبقى ما بتعملش بقى تشققات. اوكي. ما بتخلينيش استهلك كميه كبيره جدا من الالوان. يعني زمان الناس كانت فاكره ان الكتل الالوان دي تبقى كتل فعلا الوان، فده أوكي. كان يعني حاجه عاليه جدا كدفع فلوس يعني. والذهبي ده ايه؟ لا ده ورق ذهب. ورق ذهب. اوكي. طيب دي حاجه. ايه دول؟ انت حضرتك بقى تقول كل مره. طيب دول نوعين الالوان الاساسيين في الاكريليك. اللي على الشمال ده الفلود، ده اللي بدانا بيه، واللي على اليمين ده الهيفي. ده زي المعجون. بيبقى زي المعجون، بيبقى القوام بتاعه متماسك شويه. طبعا مش زي المعجون بالظبط، المعجون بيبقى اقوى منه. ده اكريليك. ده اكريليك. ماشي. بيور اكريليك. طيب انا بس عايز الفت نظر المشاهدين اللي شايفينا، بصوا العبوات حلوه ازاي. كله مصري. انا بيفرق معايا جدا ان وانا حتى الكونتينرز كل حاجه كله مصري. وبصوا حتى هنا بيبيعوا، عاملين شنط بيبيعوا فيها الحاجه مصنوعه من زي حاجه زي الكتان شويه كده بس اتقل. اوكي. وايه العلب دي بقى؟ دي ست جديده. قولي انت بقى. اوكي. دي سامر كيت عشان مثلا الأطفال او الكبار، حتى اللي بيبقوا مسافرين مش عايزين يشتروا كميات الوان كبيره، كانفاس كبيره، فبيطلبوا، او حتى مش فاهم قوي فبيتصل بينا مثلا يقول لنا انا عاوز حاجه هجرب وانا قاعد على البحر كده، حاجات كده. فبنبعت له الكيت دي. أوكي. وبيبقى معاهم يعني، بنتصل بيه بقى طبعا على طول، واحنا عندنا مثلا بعد البيع لحد مثلا عايز يجرب حاجه معينه ومش فاهم فيها بيبقى في حد معايا على طول. اوكي. ايه بقى ده؟ ده كل الالوان بقى. دي كل الشيدز بتاعت الفلود. احنا بدانا اول حاجه بالنوع ده اللي هو السائل، كنا بادئينه بستة او سبعة درجات. زادوا بقى 44 درجه. ما شاء الله. متقسمين 28 درجه بيزك، احمر اسود ازرق. 28 درجه اساسي. اساسي. والفوسفوري. الفوسفوري دول فظاع. الفوسفوري دول سبعه. في ثلاثه اهم وفي اربعه في الناحيه الثانيه. الفوش. بالظبط كده. وفي بقى الميتاليكس اللي فوق. اوكي. طيب انت هتقولي ترسمي. تعالي. هتعملي ايه بقى؟ انا ممكن تجرب. اجرب؟ هي اللي قالت. لا لا جرب راح. والله؟ اوكي. يلا. الفرق ما بين، يعني هنشوف الفرق ما بين اللون نفسه، يعني هو نفس ال 44 درجة لون موجودين عادي وتقيل. سائل وتقيل. أوكي. فاحنا مثلا عايزين نشوف درجه اللون مثلا الفلويد. حطوا لنا الفيسبوك والانستغرام لو سمحتوا. الفلويد بيبقى اللي هو السائل. سائل. اوكي. انا كان نفسي امسك البتاعه دي من زمان. بتمسكوها ازاي؟ وريني كده او كده. هي كده المفروض، بس انا بستخدمها كده. كده؟ ايوه. لا لا كده كده عشان انت بايد الشمال صح؟ اهو هي بتتمسك في الشمال.
عشان تبقى اللوحة كده. لا مش عارف اعمل كده. اوكي طب حطي لي بقى اللون كده وانا اجرب. طيب الفلويد بيبقى سائل، ده فلويد. اوكي بيبقى لون سائل. تخطيطه حلوه. ليا على التيشيرت بتاعتي. ايوه بتعملي ايه بقى وريني؟ امسكي بسيحها كده شويه. لا ما هي سايحه خالص. اعمل بقى هنا كده بس مش تقيل قوي. الفلويد يعني بيفرد معايا. يعني ما دوس ما تدوسش قوي. بالظبط. ايوه لا ندوس شويه اكتر يعني. بس انا قاصد اهو. حلو قوي. ده فلويد. اوكي بنفس الفرشه. ايه ده فعلا؟ ده الهافي. بتعملوه بالسكينه؟ بالسكينه او بالفرشه. حاضر هحط نفس الفرشه دي. في مشكلة؟ ولا هبوظ الدنيا؟ لا مفيش مشكلة. ما احنا على الباليت بس ممكن عشان نبقى متحكمين اكتر بسكينة كده. قربي بقى كده. يعني ارسم بالسكينة؟ بالسكينة وبالفرشة عادي. جرب براحتك. اوكي. ايوه. السكينة ندي بقى يعني تاتش كده واحد يعني مثلا. اعملي انت كده؟ فنانة برضه. شفتوا الفرق؟ ممكن نعمل بي افكت مثلا. حاجة لوحة الابستراكت بتتعمل اكتر بس لازم تعملي مدرسة وانا اجيبك. نورنا. حلوة قوي. استني بس عشان هو انتوا حاطين لونين انا بموت فيهم مع بعض. الاثنين دول بيبقوا حلوين قوي اصلا مع بعض لو دخلناهم في بعض كده. بصوا جنب بعض كده. جنب بعض. حتة منورة وحتة. هو حلو قوي. ثانية واحدة معلش بعد إذن حضراتكم. لا حلو. هتسيبيها لي دي. خلاص. في إيه تاني ممكن أجرب؟ في حاجة تانية؟ ممكن نجرب. في ألوان مية. هي ألوان مية دي إيه؟ ما هي ألوان المية دي مصطلح عام شوية أكتر. اتفضلي. لأن كل ده ووتر بيزد. أوكي. يعني ألوان المية هي الأكريليك والجواش والووتر كولرز. اوكي الاكوريل الحاجات دي. أوكي. كل ده الوان ميه بس الاكريليك مثلا بيخليني بعد ما ينشف ما يفكش تاني. اوكي فما بيبقاش. مش كل الناس بتحب كده. ده التقيل صح؟ ده التقيل اللي جربناه بالسكين. ده كل دي الوان برضو ميه. ال 44 درجه لون موجوده. يا ال 44 درجه لون. انتوا عاملين منهم التقيل والخفيف. اوكي وانتوا بتبيعوا الحاجات دي جاهزه كده؟ الكانفاس. ده هم بيعملوا اللي هو هم بيجيبوا لنا الوان لسه. دولت اللي هم بنرسم عليهم اللي هو بصوا عاملين احجام كتيره قوي واشكال كتيره قوي. في احجام من الكانفاس اكبر كمان بس كاستمايز. اوكي شكرا. طيب ده ايه بقى؟ ده انتوا عاملين ده برضو؟ اوكي عاملين كل حاجه. حلوين بشكل. دي سكتش. الورق بتاعها تقيل ما بيشربش يعني ما بيستحمل اللون وما بيشفوش في الظهر. ورقه نفسها قويه. ورقه 50 جرام. كرتون. الفن بيبقى عايز حريه. زي الكرتون. فاحنا عايزين الناس تبقى مرتاحه وحاسه ان هي مش لازم تشيل كتير مش لازم تعمل حاجات كتير. ايه ده؟ دي جليتر فليكس. دي جليترز كده بتتحط وتثبت. بترشوها كده؟ بتلزق على اللون. ممكن ننيم الكانفاس لو بص 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 اهي مش عارف اهي طالعه. وهنا ترتر. ايوه بالظبط كده. حلو بشكل. ده العيال الصغيره هتبسطوا قوي بينكم. انتوا عاملين كل الحاجات اللي الناس تتمناها. ما احنا فعلا لما حد بيطلب حاجه بنوفرها يعني. وده ايه ده؟ ده انهي؟ دي البيجمنتس. دي البيجمنتس يعني ايه؟ ده دي اصباغ زي صبغه. الاساسي بتاع اللون من غير الاكريليك. اوكي. فهمت. طيب احكوا لي بقى دلوقتي انتوا بتبيعوا الناس يعني اونلاين؟ قول لي بتبيعوا ازاي؟ لو الناس بتشتري من الحاجات دي ازاي؟ بنعرض الحاجات دي اونلاين في حطوا الفيسبوك والانستجرام. فيسبوك وانستجرام وفي ويب سايت كمان. عارضين عليه الحاجات كلها. اوكي والناس بتدخل تطلب الشيدز بتبقى كلها باينه. بيدخل يطلب الدرجات زي ما هو عايز والدرجات اصلا كده عارضينها باسمها. فهو بيخش يشوف يقول انا عايز لون كذا. طيب بتصدروا؟ لا ده حلم بقى.
بس في ناس بتطلب مثلا اوردر تاخده لا احنا عايزين بقى مثلا حد يطلب ايه بال 2000 3000 يا ريت من كل أهلاً من كل وسهلاً. لون فاهمه ازاي؟ يعني دلوقتي ده منتج مصري يعني الواحد فخور جدا خليني وانا قاعد هنا طيب اوكي بص منتج مصري لوان حاجه بص صنع في مصر اهي اوكي حاجه مشرفه بجوده عاليه وعاملين كل حاجه من الالف الى الياء تقريبا مصري فاحنا عايزين الناس دي تصدر حاجتهم للبلاد العربيه لافريقيا لاوروبا لكل مكان عشان لو هم لو عاملين مصنع دلوقتي صغير المصنع ده يكبر ويكبر ويكبر عايزين طبعا المدارس الحكوميه والمدارس الخاصه نرجع فيها مره تانية اعتقد حصه الرسم اللي ما بقتش موجوده في كتير من المدارس ونتمنى ان المدارس ويبقى في بقى ديلز بينك وبين المدارس تعمل لهم ديسكاونت وحاجات زي كده عشان يقدروا يدفعوا كتير صح ولا لا؟ اكيد طيب عايزه تختمي بايه؟ عايزه تقولي ايه؟ تقولي ايه عن المنتج بتاعك؟ ندي فرصة أكتر للمنتجات المصري إن إحنا ما نهربش أول ما نسمع كلمة هو مصنوع في مصر صح. يعني نجرب ونشوف هو ممكن فعلا يعني ساعات إحنا عملنا اختبارات أصلا في الأول على الفرق ما بين المستورد عشان نطلع منتج ده يعني ما عملناهوش وإحنا قاعدين كده بس لا كنا بنقارن صحيح وتجارب 7 سنين تقريبا أنا قاعدة بشتغل بمنتجات مش مصريه كلها مستورده بجيب حاجات من ما بتنزلش حتى في مصر فادوا بس فرصه عشان توصلي للمنتج ده عشان بالظبط 7 سنين تجارب عشان وحضرتك تقولي على منتجك انا فرحان جدا تديله كم من 10 كم لا عمري ما هعرف اقيمه ب 10 من 10 عمري ما هعرف اقيم كده يعني هبقى طول الوقت قاعد بدور على عيوب اللي بيعمل الحاجه بايده بيبقى قاعد شايف العيوب وعايز يحسنها بس يمكن اللي انا نفسي ان انا اعمله ان انا يبقى فيه انواع تانية من الالوان بالذات الوان الزيت نفسي يبقى في مصنع اكبر نفسي يبقى في ماركت اكبر نفسي يبقى في تصدير ان شاء الله ان شاء الله يحصل ده طيب. ونتمنى الفكره اللي انا قلتها لكم الاوتوبيس اللي يلف الدنيا مصر بالالوان بتاعتكم يا ريت وتعلموا الاطفال وتخلوا الاطفال يقعدوا يرسموا اكتر واكتر وحتى الاوتوبيس المبارح بقى شكله حلو متخيل ان انت هتعملي الديزاين هترسميه كله شرفتوني نورتوني اهلا وسهلا بيكم مبسوط ان انتم عملتوا منتج مختلف مش موجود كتير في السوق وعاملينه بجودة عالية بشكر فنانة تشكيلية أمنية إبراهيم يوسف ومهندس جلال العصافيري مؤسسين مشروع جو أرت سبلايز على وجودهم معانا النهاردة شكرا ليكم تقومي بالسلامة وخلونا نشوف فاصل وبعد الفاصل نرجع لكم نكمل مع الكاتب أستاذنا خيري حسن خليكم على رأسنا حبيبي بإسنا إسنا وأنا بلدي أرمان
وحبيبي بتسنى اسنى وانا بادي ارمان حلاوة متى اشوفك يا قلب الطمان وحبيبي بتسنى اسنى وانا بادي ارمان متى اشوفك يا قلب الطمان. الله 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 الله. الفقرة اللي انا بستناها عشان اعرف معلومات عن بعض الشخصيات اللي اثرت الحياة الثقافية والفنية في مصر في الحقيقة والسياسية والاجتماعية في القرن اللي فات، والمحترم اللي بيقول لنا الحكايات الحلوة دي بالتفاصيل المملة، مش عارفه احافظ كل الكلام ده ازاي. خليني ارحب بيك كاتب استاذ خيري حسن. اهلا وسهلا. اهلا بيك، منور نور والله. حكايتنا عن مين النهارده؟ جليل البنداري. وجليل البنداري ده برضو المرحله دي يا استاذ شريف جت فيها اسماء عظيمه جدا، اللي هي من 1900 وانت جاي كده. يعني مثلا جليل البنداري لما ادور في ارشيفه واشوف في المصادر الذكر عنده الاقي له علاقه عظيمه جدا بكامل الشناوي. احنا كنا اتكلمنا الحلقه اللي فاتت عن كامل الشناوي عظيم، وموضوع القصيده بتاع كلب الست لما كامل الشناوي، ما كانش كامل الشناوي بس، انا لقيت كمان ان الاستاذ احمد فؤاد نجم في حديث ليه للتلفزيون السوري في سنه 85 قال ان جليل البنداري هو اللي كلم الست ام كلثوم. فاضطريت ادور على العلاقه ما بين الاثنين، طلع ان جليل البنداري وكامل الشناوي دول اصدقاء. ايه ده؟ كان جليل البنداري لدرجه لما مات كامل الشناوي تمنى ان يموت في نفس اليوم اللي مات فيه كامل الشناوي. يا خبر. وللقدر يحدث ذلك. لا بس بعد فرق 12 ساعه، بعد 3 سنين. بعد 3 سنين. بعد 3 سنين. وشوف بقى الغريب في الحكايه، كامل الشناوي يخش الاخبار سنه 45، جليل بنداري يخش بعديه 48، 3 سنين برضه. كامل الشناوي يموت سنه 65، جليل بنداري يموت بعديه في 68. وتحقق وكانه هو حلمه في انه يموت في نفس اليوم اللي مات فيه كامل الشناوي. كامل الشناوي مات 29/11/65، جليل بنداري مات 30/11/1968. ومات ليله السبت، وكان له مقال شهير جدا في الاخبار اسمه ليله السبت. فبدل ما يبعت المقال بتاعه اتبعت النعي بتاعه او خبر وفاته. ده ايه القدر ده؟ ومات صغير بتاع 51 سنه. وفي ال 51 سنة يعني عندك فيلم مثلا العتبة الخضراء اللي احنا بنشوفه بتاع اسماعيل ياسين، هو اللي كاتبه. الأستاذ رشدي أباظة كان جاب فترة كده الأضواء خفتت عنه، فقالوا له يا جليل، أولا هو كان ناقد مهم جدا، خلي بالك بقى، ناقد وزجال وكاتب وشاعر وحاجات طبعا وسيناريست، كوكتيل حاجات زي كامل الشناوي برضه، كوكتيل حاجات. وبعدين ما كانش عنده هزار في موضوع ايه صاحب الفنانين والكتاب وكل اصدقاء وحبايب، لكن بس ينطق. طبعا لدرجه كانوا مسمينه يقول لك هو صليط اللسان. هو ما كانش صليط اللسان، هو يقول انا مش صليط اللسان بس انا ما احبش الحاجه اللي نص نص. انت مش متلون بالظبط كده، انت عامل حاجه عظيمه اقول حاجه عظيمه، عامل حاجه مش كويسه. لدرجه انه قيل مثلا انه مثلا ايه من كتر الفنانين بيخافوا منه بس يحبوه. يعني مثلا الاستاذ عبد الحليم حافظ كان نفسه يعمل حوار معاه وهو كلمه بس خايف يروح له، فكلم الاستاذ هيكل، قال له يا استاذ هيكل انا الاستاذ جليل كلمني وانا مش عايز اضيع ان انشر صفحه معاه، ده مقروء جدا. كان ضمن 3 هم اللي بيساهموا في توزيع الاخبار، محمد التابعي ومصطفى امين وجليل البنداري. طبعا لما كانت الصحافه تعتمد على الكاتب وعلى الموهبه، ولما كانت الصحافه كل الناس الصبح لازم تشتري الجورنال. بالظبط كده. دلوقتي نادرا ان في حد يشتري للاسف. فقال له طب هنعمل ايه يا جليل؟ ما تروحش. قال له لا، ما انا بحب برضه جليل. قال له هتعمل ايه يا عبد الحليم؟ ما تروحش. قال له لا، ما انا يعمل ايه الاستاذ هيكل بقى؟ اتصل بجليل بنداري قال له طب تعالى لمكتبي، وجاب عبد الحليم في مكتبه. قال له طول ما انا قاعد مش هيغلط فيك يعني، مش هيشتمك يعني، ونعمل الحوار. جليل بنداري كانت تحيه كاريوكا وكانت في الخمسينيات نجمه، محدش بيقدر يهاجمها، هو اللي كان يهاجمها. عشان كده طلعت افيه يعني بمصطلح الايام ديت، قالت ايه؟ هو جليل الادب بس احنا اللي بنداري عليه. واتقال ان ام كلثوم، بس انا ميال انه اللي تقولها دي تحيه كاريوكا. هي استاذ الله يرحمهما الاثنين الراحله تحيه كاريوكا كانت بنت نكته، وام كلثوم برضه طبعا. ولا ده تحيه كاريوكا ام كلثوم ليها افيهات يعني. طبعا طبعا. وهو اللي يعني طبقا للمصادر اللي اطلق كوكب الشرق جليل البنداري على ام كلثوم. واللي قال مثلا لما جات ام كلثوم تغني انت عمري مع عبد الوهاب، اللي قال لقاء السحاب هو
ما هو كان في ناس كده عندها ملكه انه يطلق يعني مثلا قال لك انه العندليب الاسمر عن عبد الحليم حافظ هو اللي قال برضه نفس اللقب ده. زي في الرياضه كان نجيب المستكاوي يقول لك الشواكيش والعتاوله والفلاح. يعني دي مواهب برضه يا استاذ شريف، موهبه صح. كانت فين؟ احنا بنتكلم عن الابداع والثقافه والفن. الابداع والثقافه والفن من غير موهبه كل سنه وانت طيب، عندك حق. لا تنفع فيه دراسه ولا تنفع فيه خبره، الحاجات دي مهمه طبعا، لكن لو ما عندكش موهبه ده انت عارف جليل بنداري ده كان بادئ في مصلحه التليفونات. وفي روايه تقول ان هو كان رايح الاخبار يصلح التليفون او يوصل خط التليفون وهو لسه صغير، فجامك المكتب اللي داخله بتاع مصطفى امين، استاذ مصطفى امين، فقال شعر وقال زجل، فمصطفى امين لقطه قال له سيبك من تعالى لي. وفي روايه اخرى ان هو كان كاتب بيكتب حاجات في مجله الكواكب، والاستاذ هيكل في اخر ساعه كان رئيس تحرير اخر ساعه اراها، ومصطفى امين برضه نفس الحكايه جابوه يشتغل معاهم. بيدوروا على الموهبه طبعا ويجيبوها ايا كان بقى، انت بتشتغل ايه ما بتشتغلش ايه انت، وانت بتثبت بموهبتك وجودك. فجليل بنداري ده سيناريست وكاتب ومؤلف، وخد بالك بقى تمر حنة دي اللي كاتبها هو بجد؟ طبعا طبعا، يعني كتب بقى الشاديه والصباح وكل الناس دي اغاني وافلام وكل الحاجات دي هو. اوكي. فجليل بنداري ده حاجه عظيمه. طب عايز تسمع ايه؟ عايز اسمع محمد رشدي. ما اعرفش ان محمد رشدي لما يبقى شغال مع بليغ حمدي بياخدني دايما للزمن بتاع جليل بنداري وكامل الشناوي وام كلثوم والناس دي الحلوه. الله عليك الله عليك. مغرم صباب. يا سلام، مغرم صباب. كلهم كانوا مغرمين صباب واحنا مغرمين بيهم جدا جدا جدا، وهنفضل مغرمين بيهم. هنسمعها بصوت حسام حسني بعد كده فاصل، وبعد الفاصل نرجع لكم مره ثانيه نكمل كلامنا. خليكم على صباح. شغلونا يا الله أربعة شارع شريف، أربعة شارع شريف. نكمل كلامنا مع أستاذنا الكاتب خيري حسن، وأول شخصية كلمنا عليها بالتفاصيل، وتاني شخصية مين بقى؟ التاني شخصية شاعر جميل برضو من الزمن الجميل ده، الشاعر إبراهيم ناجي طبعا، والقصيدة الشهيرة اللي الناس طبعا يعني كلها عارفاها، الأطلال وأم كلثوم. إبراهيم ناجي ده حكاية. إبراهيم ناجي ده برضو مات صغير 53 سنة، يعني واخد بال حضرتك. إبراهيم ناجي دخل كلية الطب، كان طبيب، وشوف برضو إنه إنسان شاعر وفنان ومرهف الأحاسيس. دخل طب ليه؟ يقول لك مثلا المصادر تقول يا استاذ شريف انه كان عنده طباخ في البيت اسمه عبده، وعبده ده عيي، وهو كان لسه صغير يعني في اولى ثانوي ما يعادل دلوقتي، كانت اسمها يعني ما كانتش الثانويه، بكالوريا بقى بالظبط كده. فقال ايه، فجاله احساس انه عايز يبقى طبيب علشان لما يشوف الحد قدامه عم عبده ده يعالجه، رغم ان هو كان يحب الرياضه اكتر. لما ناخد التفصيله الصغيره دي، ده معناه ان الانسان ده مرهف المشاعر لدرجه انه الطباخ اللي عنده في البيت هو عايز يبقى طبيب علشان يعالجه. مشي وكمل في الطب وخلص الطب، وكان ساكن في شبرا، وشبرا ايامها
نتكلم بقى في 1900 وشويه كده و30 وانت جاي كده، كانت ايه يعني بساتين وهدوء. كان يحب اي حد يعني، لانه فنان يحب واحده واثنين وثلاثه، ولما يحب يكتب ويكتب شعر. علشان كده في الناس الروايه الشائعه بتاعت انه لما كتب الاطلال كتبها لانه حب الفنانه زوزو حمد الحكيم. انا قعدت ادور وابحث الى ان وصلت الى حوار عملته الراحله الجميله الكاتبه الاستاذه بركسام رمضان في الاخبار مع ابنه الاستاذ الشاعر ابراهيم ناجي. الاستاذه اميره قالت مش صحيح، وبتقول ان هي في بعد باباها ما توفى الاستاذ ناجي، ما هي الاطلال دي اتغنت بعد وفاه الاستاذ ناجي ب 13 سنه. فبتقول انا كنت في الكوافير وقابلتني بالصدفه الاستاذه زوزو حمد الحكيم، وهي كانت صديقه للاسره وزوجها كان صديق لابراهيم ناجي، بس هو ابراهيم ناجي لانه راجل حبيب ببساطه رومانسي يعني. طبعا قالت لها يا اميره ما يقال على انه لا بالعكس انا كنت بحبه زي اخونا وزي اسرتنا واحنا ناس، بس الكلام لما بيطلع لازم الناس احيانا تجد قصه تنسج عليها حكايات. دي بقى زوزو حمد الحكيم بتقول لاميره ابراهيم ناجي، فموضوع بقى ايه انتهى يعني. ما لكن ابراهيم ناجي بقى ما تقرا فيه وتقرا عنه فتلاقيه ايه يا استاذ شريف، فنان الاستاذ الناقد المسرحي الشهير نعمان عاشور يقول مثلا في سنه 40 كده لقيته بيطلبني وكنا قاعدين في التوفيقيه في وسط البلد، فقال لي تعالى هنروح مصر الجديده، كانت شبه صحراء يعني حاجات كده، ولقينا عمود كهرباء نوره ضعيف وفي فيلا كده او قصر، وابراهيم سابنا وقعد يلف حوالين القصر ويكتب في شعر، يلف ويكتب في شعر. اتاري هو القصر ده كان فيه بنت حبها بس هو مش عارف يقول لها، فبدا بدل ما يقول فخدهم ليله كامله وهم بيقول رجعنا وش الفجر يعني. فده راجل فنان وراجل مرهف المشاعر وراجل هو خلف ثلاث بنات، وشوف برضو من ضمن الشخصيه المرهفه هو لما طلع ديوانه الاول مين اللي هاجمه؟ الاستاذ العقاد والدكتور طه حسين. ايه ده؟ وده وارد. طبعا دول ما يعني ما حدش يقدر يكلمه لانه طلع بطريقه جديده. طلع بقى يعني قال له ده بقى شيء على حديث وبتاع. كان هو في لندن وقتها وجاله خبر من واحد صاحبه من زعله وهو ماشي خبطته عربيه في لندن قعد يتعالج فيها ثلاث شهور. لما جاء طبعا الدكتور طه يعني قابله وقال له يعني ده انت شاعر. دكتور طه حسين. دكتور طه حسين يعني شاعر جميل لكن انا عايز اوصل لشخصيه ابراهيم ناجي، ابراهيم ناجي اللي عمل لنا الاطلال ورياض السنباطي طبعا هذا العظيم مع ست ام كلثوم. لا ده شاعر مرهف المشاعر وشاعر بسيط، كان طبيب مثلا. شوف الطب برضه كان عنده عياده في شبرا وتحت العياده في صيدليه، صاحب الصيدليه كان اسمه نقول حداد، وده شخصيه مهمه جدا اللي ترجم نظريه اينشتاين النسبيه، وده يعتبر برضه شخصيه عظيمه جدا. نقول حداد عملوا اتفاق مع بعض، قال له دكتور حداد انا المريض اللي يجي لي وما معوش فلوس هكشف عليه ببلاش وهبعته لك تديله انت من الصيدليه العلاج ببلاش. اوكي. وعملوا كده وكان نهايه كل شهر يروح للدكتور حداد يقول له جالك كم مريض؟ 10. خدوا كام؟ كذا. يدفع له الفلوس من جيبه. كانش بيقول له طب ديسكاونت ولا حاجه؟ ده كان لا ده كان ايه هو بيدفع، هو ده الاتفاق كان بينهم. ادي ابراهيم ناجي وادي ده طبيب وادي ده شاعر ومات موته غريبه وعجيبه برضه. هو سنه 26 سنه اصيب بالسكر وكان وقتها لسه مرض غريب وعلاجه صعب، ثم كان جاله سل ثم جاله القلب. وكنا بنتكلم كل ده بنتكلم في 51 سنه او 52 سنه مش اكتر من كده. ولما مات ازاي؟ مات وهو في العياده بتاعته بيكشف على مريضه. يا ساتر. بيكشف على مريضه واخد بال حضرتك؟ وهو بيكشف عليها مات سنه 53 1953 وهو بيكشف عليها بيحط السماعه وقع من طوله مات في العياده. وهو فضل كان بيشتغل طول الوقت مع طبيب في ما يشبه التامين الصحي مع وزاره الاوقاف مع السكه الحديد الحاجات ديت. سنه طلع معاش بدري وده اللي زعله طبقا لبعض المصادر، طلع معاش سنه 52 ما كملش 6 شهور وكان باقي له يجي 5 سنين على المعاش يكملهم. فبرضه من ضمن بس هي اعمار يعني اكتئب اكتئب وزعل ما كملش شهور وتوفى ابراهيم ناجي اثناء تاديه عمله. اثناء تاديه عمله وهو بيكشف على مريضه وزي ما بقول لك يدفع من جيبه للصيدليه. عشان كده طلع لنا الاطلال، امال مين اللي هيجيب لنا الاطلال ويجيب لنا الحاجات الجميله الا اذا كان انسان بهذا الرقي وهذا الجمال. هو فضل شاعر وطبيب طبعا ويشتغل ويشتغل لحد مات وهو بيشتغل. صحيح.
ناس برضو حاجة تانية خالص. طب تعالى بقى نسمع دلوقتي جزء من كوبليه من الأطلال كوكب الشرق. ست أم كلثوم، خليني أشكرك عشان دي هتبقى حنيني بيع حبيب. وأشوفك الأسبوع الجاي إن شاء الله. أشكرك، أتمنى تكون اتبسطت عند النهاردة في أربعة شارع شريف، ونختم دلوقتي بكوبليه من الأطلال لكوكب الشرق ست أم كلثوم بصوت عندليب الشارع حسام حسني. شكرا لكم، باي باي. سكارى سكارى مثلنا، هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا، هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ هل رأى الحب سكارى سكارى مثلنا؟ كم بنينا من خيال حولنا، ومشينا في طريق مقمر، ومشينا في طريق مقمر تسيب الفرحة فيه قبلنا، وضحكنا ضحك طفلين معا، وعداونا فسبقنا ظلنا. عظمة. عندنا اكلات حلوه قوي مع اميره فهمي. اميره ازيك يا شريف؟ بتعملي ايه؟ بلبس الجوان. قولي بسرعه هتعملي ايه؟ هنعمل فطاير الكشك الاردني، وهنعمل بودنج الكراميل مع ملكه اليوجا في مصر والشرق الاوسط ميساء. ازيك يا شريف؟ هنتكلم على ايه النهارده وهنعمل ايه؟ هنتكلم عن الذكاء العاطفي، ايموشنال انتليجنس. انا مالي؟ شيء ما يخصنيش. المديتيشن واليوجا والتدوين واراقب مشاعري ومقودش رد فعل سريع. كلامنا كله عميق. مع مثقفه الشارع استاذتنا ايناس ثروت. ازيك يا شريف؟ عامل ايه؟ كتابنا النهارده كتاب عميق. كتاب سياده القاضي. ده في الصميم. حتى أعضاءنا التي خلف ثيابنا متقسمة. النهاردة مزازيكي فرقتي، ومعانا المطرب الجميل أستاذ مؤمن خليل. حبك وفي غارية ويلي من الغيري، شعلت النار من نظرة صغيري، لو عقلي طار لا مش قصة كبيري، لا 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 لا. أوبا.